رسم على القهوة من أصعب الرسومات اللي من وجهة نظري، لأنها بالحليب. شوفوا هذه البنت شلون تحط الحليب بطريقة انسيابية بدون إهمال ولا قطرة طاحت بالأرض. هذه ماسكة شيء على الحليب، خذوها مني ماسكة شيء. شوف سبحان الله، الحليب يسمع الكلام. لو أنا كبه كبيته على وجهي. واتساب دي بس، والله يا الإبداع. واو، حبيت اليابان يحبون البيض بشكل مو طبيعي، والايجز يحطون عليه مايونيز وتقوم تخلطه وتدعكه. وش تسوي فيه بعدين؟ ندري، تقوم تخليه زي الشكشوكة، بس مو بشكشوكة، هو مسلوق. بعدين تجيب الخبز اللي مليان بيض وتحطه، تشوف تستهم، حتى تستهم عريض، تحسونهم ما قصروا على انفسهم، يعني يحبون الكربوهيدرات. بعدين يحطونه ويقلبونه ويزينونه وينورونه ويحرقونه ويحمصونه، وتحك حك السواد، ما ياكلون سواد، ياكلون بياضهم ما شاء الله تبارك الله. بعدين يوم حكته قطعته، وبعدين يوم قطعته وش تسوي؟ قمت تحط عليها المايونيز بعد، غير المايونيز اللي حطته بالبيض. بعدين طلعوا من الفرن. كم مرة حطيته بالفرن يا اختي؟ بجيت سالتان. بعدين حطت البيض اللي يخليك تدخل الحمام 3 ايام وتاكله وانت مودع الحمام 24 ساعة. واتساب ديه، مو هو بيض، جبل جبل بيض. ما حبيت. وكاتشاب.